حاجتين، الخط البصري عالي في كتاباتهم أثرت فيهم هذه الطبيعة. بلد الأمل ما يكون أنا عيني رايداك لي طينك ولي أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاوية كسلة جمال بتاع توتين حاجة في منتهى الخيال. أريد شفت الزمن يا كسلة ودى خطانا بعدك وين؟ دخل الفرحة فينا حزينة حنين من بعده ما في حنين. البلد المغف منك اثنين والناس كلها مساوية. كسلة أرضا وإنسانا علمتنا أشياء كثيرة. تجمع المجتمع الكسلاوي، احنا بجد حاجة واحدة وقاعدين في سودان واحد بالتحديد في شرق السودان بتميزنا بالقهوة. أحس بأنه الجبنة دي لما كده نتلم كلنا ونشرب القهوة كل واحدة فينا عندها بتكون مشكلة صحية بتتحلى. لكن باكر بعود القاش وترجع عيونه حنان وتطير تدعب الموج بجناح نسيم ريان. لكني لو زيك لو جاب حبيبي زمان ما زين عودي فراش ليزول نساني وخان. القاش حالة عشق. أريد شفت الزمن يا كسلة ودى خطانا بعدك وين؟ دخل الفرحة فينا حزينة حنين من بعده ما في حنين. سألتك بالجبل متواري ليهم عن غمام قصة وبمشوار مشينا عصاري طارية السكة ليه هسة تعيدي خطاك تاني عليك بعد غربة السنين وسنين منو العلم عيون الموج تباري خطايا وين ما تروح ومنو يكلم خيال تاجوج يقاسمني النفس والروح وضحكة أهلك الحلوين مكان قبلت يا كسلة أشوفه معي قصاد العين. الحديث حقيقة عن القاش بالضرورة بيكون عن الحديث عن كسلة في الأول. وكسلة هذه المدينة التي تربينا، هذه المدينة التي ولدنا فيها وعشنا طفولتنا وصبانا وبواكير شبابنا. كسلة أرضا وإنسانا علمتنا أشياء كثيرة لوحدها كمدينة. الطبيعة اللي فيها، الجبال، النهر، الأشجار، الطيور، السواقي، كلها كانت دروس وعبر لنا في حياتنا. خلاف تسامح إنسانه وجماله وطيبته وعفويته ورقته علمونا أشياء وأشياء كثيرة تعلمناها من هذه المدينة. لهذا يعني كل الشعراء اللي كتبوا من كسلة كانت الخط البصري عالي جدا في كتاباتهم. حيتين الخط البصري عالي في كتاباتهم أثرت فيهم هذه الطبيعة بشكل قوي، فكانت الصورة حاضرة في كل كتاباته. تلقاها في كتابة كجراي، تلقاها في حلنقي، تلقاها في عزمي، تلقاها في كل الناس، توفيق صالح جبريل، كل الناس اللي كتبوا عن كسلة بتلقى الصورة عالية. الحاجة الثانية بتلقى التسامح، التسامح عالية جدا. هذا يعني نحن أبناء هذه المدينة.
أما هذا النهر وحكاية وحكاية طويلة جدا يعني. تفتحت عيوننا على هذا النهر من زمان يعني، كنا أطفال مشهد النهر لم يغب من عيوننا في كل حركاته وسكناته، بهدوءه بسكينته برقته، فجأة بصورته بعنفوانه فشبهوه بالجنون. هذا النهر المجنون علمنا الجنون، نحن كشعراء تعلمنا من هذا النهر أشياء كثيرة، تعلمنا منه الرقة، تعلمنا منه البساطة، تعلمنا منه الانفعال، تعلمنا من هذا النهر. والقاش هو حقيقة ما مجرد نهر زي ما يفتكروا الناس، لا، أشياء كثيرة جدا. هذه حياة كاملة وسبل كسب عيش لكثير من الناس في السودان في مشروعات دلتا غيره. فهذا النهر وهذه السواقي التي يرقد في حضانة، هذا القاش ثروة قيمة اقتصادية عالية جدا. هذا النهر قيمة جمالية، حول كسلة إلى مدينة سياحية، كل الناس ارتبطوا بهذا النهر وإن لم يعرفوه ولم يشاهدوه عشقوا كسلة من خلال الجبل ومن خلال هذا النهر، فكان تعلقهم بكسلة. فكسلة بلد أكسب هذا النهر بعد سياحي كبير. أنا ممدوح برنقة الشيخ من سنار، وجيت هنا طبعا كسلة أول مرة أجيها، فالحمد لله يعني حاجة كان فوق الخيال فوق الوصف يعني. ونهر القاس زي ما أنتم شايفين هايج ما شاء الله وفايض، حاجة في منتهى الخيال. أتمنى إنه يهتم الحكومة تهتم بالسياحة والمناظر زي دي يعني. وبشكر ناس كسلة يعني على الاستضافة. أخوكم طارق جعفر محمد أحمد، ولاية الشرق الجزيرة محلية 50 ومالغورة. أنا جيت لي يومين ما شاء الله كسلة، جيت أتفرج في الطبيعة الجمال بتاع توتيل والقاش. زرنا مبارح توتيل ما شاء الله، قعدنا العصر لحد جبنة المغرب، وجينا اليوم القاش أتفرج فيه. طبعا الجبنة بتجمع المجتمع الكسلاوي، نكون قاعدين والجبنة دي بتكون هي يعني منطقة بتاعت راحة أو منطقة أمان بالنسبة لنا نحن كمجتمع كسلاوي. بنشوف الحاجة دي يعني نحن من خلال قعدتنا للجبنات والحركات دي بنلقى إنه نحن بجد حاجة واحدة وقاعدين في سودان واحد، وبالتحديد في شرق السودان بتميزنا بالقهوة والجبنة. فجلستنا الليلة بتتكلم عن الجبنة، عن شرق السودان، وعن عن النسيج الاجتماعي الموجود عندنا. نحن الجبنة دي بالنسبة لنا حاجة أساسية في اليوم، يعني الزول أول ما يصحى من الصباح الساعة 6 صباحا 5 صباحا بعد الصلاة مباشرة، أول حاجة بيعملها إنه يشرب الجبنة بتاعته. بعد ذاك بتكون في الجبنة بتاعت النهار اللي هي دي بتلم الأصحاب في الجبنة. أنت يا فلان وين؟ أنا في الجبنة. يا صابرين انت وين؟ يا نسو انت وين؟ يا شمو انت وين؟ نحن خلاص تمام نتلاقى، نحن جايين الجبنة. الجبنة دي بالنسبة لنا تفريق للطاقة السلبية الموجودة جوانا من كل الضغوطات الموجودة، إذا كانت ضغوطات عملية، إذا كانت ضغوطات نفسية، إذا كانت ضغوطات تحت الحرب أو الحاجة الحاصلة حاليا. فهي بتلم كل المكونات الاجتماعية، بتلم كل النسيج الاجتماعي.
بنحس بانه الجبنه دي لما كده نتلم كلنا ونشرب القهوه، كل واحده فينا عندها بتكون مشكله بتحكيها بتتحلى. كل واحده فيها عندها مشروع عايز يدعمه، ممكن يعني يتحقق في الجبنه دي. غير كده في الجبنه بتاعت البيت، يعني مشاكل البيت بتتحلى في الجبنه. في الجبنه بتاعت الحله اللي بتكون فيها عده أشخاص وعدة مكونات وعدة تفاصيل كثيرة برضو بتتحلى في الجبنة. نحن بنمر حاليا بظرف صعب، ظرف بتاع حرب. الحرب دي يعني ما حتى في المناطق الآمنة أو في الرقعة الآمنة هي مؤثرة علينا، من اكتظاظ السكان، من غلة الموارد إذا كانت موارد اقتصادية أو علاجية أو كلها، فهي مؤثرة علينا. لكن بنحاول انه نحن عن طريق الجبل دي نخفف من وطأة الضغوطات النفسيه. هذا النهر مشروع ثقافي كبير جدا، مشروع ثقافي يعني كلمه القاش وردت خليك من اثرها الغير مباشر، وردت في شعر كثير جدا من الشعراء القاش. فمشروع ثقافي متكامل هذا القاش، تعلمنا منه نحن كل شعراء، كل الأدباء، كل المفكرين تعلموا من هذا النار، هو ظاهرة يعني ذاكرة المدينة. هذا النهر في بعد ثاني، هذا القاش يعني ملتقى عشاق، كل العشاق في كسلة وكل العشاق خارج كسلة حبوا هذا النهر وحبوا القصص والأغنيات التي حيكت وكتبت، وهذا النهر شاهد عليها، شاهد عشرات قصص الغرام والحب والهيام، وعلى الرمال أسارك طرت ليلة عيد. فهذا القاش حالة عشق، يعني أورثنا هذا القاش حالة عشق لا تنتهي ولن تتوارثها الأجيال. القاش كما ذكرت أنه يعني ما يميز أنه هذا التمرد، يعني هو نهري متمرد، نهر جافي جدا زي ما ذكرت في واحد من قصائدي القاش وشمس الصيف، هذه جفوة والقيف بعين القيف، فهذه جفوة لكن باكر بعود القاش وترجع عيونه حنان وتطير تدعب الموج بجناح نسيم ريان. لكني لو زيك لو جاب حبيبي زمان ماضي نعود يا فراش ليزول نساني وخان. القاش حالة عشق، علمنا العشق هذا القاش حقيقة، تعلمنا منه على ضفافه كتبنا وظلت يعني على الرغم من مرور السنوات الطويلة ظلت هذه الكلمات التي كتبناها على هذه الرمال باقية منقوشة، ولو الناس بتتكرم لذاتها الرمال ذاتها بتتذكر أشياء كثيرة جدا. فهذا القاش حالة زي ما قلت اجتماعية، حيث يجتمع الناس زرافة وإحدانة على ضفتي، يلتقي الناس في الأمسيات في الجمعة بيلتقوا على ضفة النهر، ما شاف زول بيشوفه في القاش بيلاقيه في القاش، فحالة اجتماعية كبيرة جدا. فالقاش اقتصاد والقاش اجتماع والقاش فن والقاش كتابة والقاش تأمل في حكمة الله عز وجل، يعني حقيقة يعني كيف هذا النهر بين غمضة عين وانتباهتها يكون موجود ويكون غايب يكون حاضر. والغريبة خبر جهة القاش، بيجي القاش هنا بتلقى البلد كله عرفت القاش، كأنه عاشق، كأنه غايب جبي طيب في المطار، خبره في كل المدن القاشة، لو ما حبيب لو ما عزيز لو ما مؤثر لما كان حقيقة احتل هذه المساحة الكبيرة جدا. هذا القاش مدرسة، هذا القاش عالم، يعني ما تعلمناه من هذا القاش ما استفدناه من هذا القاش من صور وتداعيات يعني لا حد لها حقيقة يعني. فنحن مدانين لهذا القاش، مدانين لعشقه، وفيين جدا جدا له، هو في لينا ما بغيب مننا. حتى الوغاب لازم يجينا، حتى الوغاب مهما طغياه بي، وبنلتقيه نحن بمحبة باحترام بمودة برحمة، وتتداعى آلاف الأفكار وآلاف الذكريات،
وكسلا مدينة زي ما بديت موحية، هذا القاش أكسبها بعدي وبعدي وبعدي ثاني كبير جدا، خلى أن يتوفر في مدينة من مدن العالم. هنيئا لكسلا وهنيئا لإنسان السودان بهذا النهر.